في كلام انه في تفكير انه ممكن الاهلي يلعب في المباراه دي بثلاث مدافعين، وحمدي فتحي يخش ثالث زي ما كان بيعمل بيتسو وموسيماني. انت مع ده ولا مع عدم تغيير طريقه اللعب؟ انا مع عدم تغيير طريقه اللعب، وسعيد ان جيمي وهوبا اتكلموا على يعني مناطق ومصادر قوه الضعف عند سان داونز والاهلي. بشوف حاجه معاكسه شويه كريم، يمكن هدف الثاني للنادي الاهلي في مرمى المقاولين تجسيد لافكار مارسيل كولر، مش بس كده واحلامه، فكره انه راجل صريح جدا ولا يخفي سر عن احد ان دي افكار انا عايز انفذها باللعيبه دي وبالعناصر دي، يعني ما فيش ابدا حاجه خفيه في الموضوع، ان انا عايز الاثنين سنتر باكات بتوع النادي الاهلي اثنين مساكين يكونوا كويره. هاتوا يا جماعه لو معانا الهدف الثاني للاهلي في المقاولين نعرضه برضو، يا ريت، لانه هو تجسيد لده. محمد عبد المنعم الكره تيجي من حارس المرمى وتحضير من الخلف، موقف اثنين على واحد على المدافع على السنتر باك بيتخلص من الاثنين بشكل ذكي جدا لانه عنده كوره كويره على الارض، يعني فكره السنتر باك او المساك الكوير دي اللي كولر عايز يبدا منها بناء الهجمه، يطلعها لحمدي فتحي، حمدي فتحي لمروان عطيه الزياده والعين نظره في ظهر كان الباك بتاع المقاولين ده شرويري تقريبا ولا كان اسمه احمد علاء اظن الهدف من الاول خالص لو نبدا بنجيبها كريم يا شباب في ظهر وشاي بالظبط. هنا محمد هاني يعني ترتيبه الهجمه من منعم الاول استخلص من اثنين على واحد نموذج مثالي، بعدين لعبها لحمدي، حمدي لمروان، مروان بالعين في ظهر المدافع، محمد هاني اسرع من خط الدار كله، حاجه برده مهمه مكسب للنادي الاهلي في مباراه سان داونز ان طبيعي ان اللعيبه تتصاب وكلنا كنا بنلعب كده كريم، لعيب يتصاب حد يبقى مستواه قل فانت بتخش مكانه، محمد هاني الانجليزي يقول لك لما تيجي اللحظه يو هاف تو ستيب اب تبقى قد الموقف، لما تصاب اثنين تقال قوي في جبهه اليمنى وكانوا مفتاح لعب النادي الاهلي حتى في رحله بص الكوره كاشف ضرب الباص ده اللي محتاجينه كمان في ماتش سان داونز، ضرب مروان عطيه الخط الدفاع كله، محمد هاني اسرع من خط الظهر كله طبعا حصل يعني اون جول او دخلت في نفسه، لكن محمد هاني سابق كله عامل عرضيه مميته كده كده هتغلط، فبالتالي ده تجسيد لده. هقول لك بقى المغاير او النقيض لده، النادي الاهلي مش محتاج يلعب الكره دي هناك رغم ان ده افكار مارسيل كولر عايز يلعب الكره الجميله. النادي الاهلي محتاج يلعب مباراه زي اللي عملها مع فايلر في بريتوريا، زي ما كان بيتكلم جيمي وهوبا ان فريق سان داونز بيبدا المباراه هو عايز يخلص بدري صح. وده شيء اعتقد انه خده من النادي الاهلي، النادي الاهلي بشخصيته في الفرقه دايما بيخش يفرض اسلوبه على اي فريق، محتاج جدا سلاح النادي الاهلي يعني وده بناكده كل مره 70-80% من قوه النادي الاهلي يظل مفتاح لعب النادي الاهلي الرئيسي هو علي معلول على مدار السبع سنين اللي فاتت، وجود علي معلول وانه ياخد كل السيت بيسز وكل الكرات الثابته اللي موجوده في مباراه والتدريب عليها في مباراه سان داونز ده اللي هيخلي النادي الاهلي يقدر يخطف جون. وجود يعني ان شاء الله لو منعم جاهز وجوده في الضربات الثابته مهم جدا، انا لازم اجيب جون واقفل عليه. الناس بتتكلم ان انا محتاج اخد نقطه من بريتوريا، النادي الاهلي لو لعب مباراه بذكاء واستغل الكرات الثابته استغلال جيد جدا اعتقد انه قدر يرجع بثلاث نقاط ويفرض هو على الهلال وسان داونز هم كمان يلعبوا الماتشات اللي جايه في الجولات مش باريحيه تماما ويحرمهم من ده. عظيم.